fonction de commandeur de la Légion d'honneur. Serendipity, Bashar. أهلا بكم إلى الصباحية من تلفزيون مستقبل. وفي العناوين: كل مجهودي بالمرحلة السابقة كان التوصل لتسوية سياسية بتوقف انزلاق البلد نحو الكافة. الحريري يؤكد أن لا عودة إلى الحرب مهما كان السبب، ويشدد على أن جهوده منصبة لمنع عودة الانقسامات. ربما الأربعاء القادم يكون في جلسة. تفعيل المشاورات الهادفة إلى التوافق على قانون انتخاب، وعون يقول سيكون للبنانيين قانون انتخابي جديد. Definitely 100% for us it's fabrication. الأسد يتنصل من مجزرة خان شيخون متهما واشنطن بفبركتها، وحشود عسكرية عند الحدود الأردنية السورية. أهلا بكم. لمناسبة ذكرى اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية 42، رعى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري انطلاق العرض الأول لمسرحية هنا بيروت على مسرح المدينة في الحمراء. الحريري أكد أن جهوده كانت في المرحلة السابقة باتجاه التوصل إلى تسوية سياسية توقف انزلاق البلد، وشدد على أن جهوده منصبة حاليا على منع عودة الانقسامات. وأكد الحريري أن لا عودة إلى الحرب مهما كان السبب. تقرير مها ظاهر. قرارنا نهائي، قرار كل اللبنانيين نهائي بأن لا عودة إلى الحرب الأهلية مهما كان السبب. هذا ما قاله رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري خلال افتتاحه العرض الأول لمسرحية هنا بيروت للكاتب المسرحي يحيى جابر، وذلك على مسرح المدينة بدعوة من جمعية مارتش في ذكرى الحرب الأهلية. الحفل حضره الرئيسان فؤاد السنيورة وتمام سلام وشخصيات سياسية واجتماعية. الرئيس الحريري قال أن لا شيء يعبر عن إرادة الحياة وحب الحياة مثل مبادرة من الشباب للشباب تعطي فرصا للشباب. أخذت ذكرى أقوى وأعنف انقسام عرفه لبنان بتاريخه، حولته لاحتفال بالوحدة الوطنية والعيش الواحد. أخذت مرحلة كانت الطائفية والعنصرية عنوانها لتحولوا ذكراها للتأكيد على نبذ العنصرية بكل أشكالها الطائفية والمناطقية والتهميش. الكلام وحده ما بيكفي، مشان هيك التزمت بعمل السياسي والحكومي مكافحة هالظواهر يلي بالنهاية بتودي أي مجتمع على طريق الحرب الأهلية. فكيف إذا كان مجتمع سبق ووقع فيها ودفع ثمنها؟ نعم، دفعنا كلنا ثمنها. مشان هيك كل مجهودي بالمرحلة السابقة كان التوصل لتسوية سياسية بتوقف انزلاق البلد نحو الكارثة عن جديد لا سمح الله، وكل مجهودي بالمرحلة الحالية منصب على منع عودة الانقسامات، وبنفس الوقت إعادة إطلاق الأمل خاصة للشباب بإيجاد فرص العمل وتخفيف عبء إخواننا النازحين السوريين على الاقتصاد والخدمات العامة، حتى ما حدا يستخدم هيدا العبء ذريعة ليرجع يعبي عنصريا وطائفيا بالبلد. قرارنا النهائي، قرار كل اللبنانيين نهائي، انه لا عودة الى الحرب الأهلية مهما كان السبب. رئيسة جمعية مارتش ليا بارودي تحدثت عن المسرحية، فأكدت أن أبطالها شبان وشابات من أحياء بيروت الشعبية، ليسوا ممثلين محترفين بل محترفون بنقل الواقع الأليم الذي يرفضونه. هنا بيروت مش مجرد اسم مسرحية، هو قصة عن واقع عايشينه هالشباب وعم يجسدوه على خشبة المسرح من مناطق يلي عم بتعاني إهمال كبير وعم تستثمر سياسيا، بينما هي مهمشة اجتماعيا، فيها فقر وبطالة وانعدام فرص. للدولة أكيد دور كتير كبير يا دولة الرئيس، وهدفنا الأول هو لفت النظر إلى الشباب هالمناطق حتى نعطيهم الفرص يلي بيستهلوها ونقدر لهم طاقاتهم ومواهبهم بغض النظر عن هن مين
أو من وين؟ الرئيس الحريري حضر العرض المسرحي كاملا، حيث تألق أبطال المسرحية الذين جسدوا الواقع الطائفي بأسلوب ساخر بهدف ردم الهوة بينهم. من وين يا محمد؟ أنا من بسطة، بس أصلي من الجنوب، من ماس الجبل. قال له من كتاس يا من هو لا يا من ماس عبشار قوري نسيت رياض الصلح حد سيحكي الشهداء نسيت برج أبو حيدر. وبعد صورة تذكارية مع فريق العمل والممثلين توجه الرئيس الحريري إلى مطعم كبابجي في الحمرة حيث تناول العشاء وسط تهاتف المارة لالتقاط الصور معه ووسط ترحيب من العاملين في المطعم. وكان الرئيس الحريري قد وجه للمناسبة كلمة عبر موقعي فيسبوك وتويتر أكد فيها أن مسؤوليتنا جميعا هي منع الانزلاق إلى الحرب، مشددا على أن اللبنانيين يستحقون فرصة السلم والاستقرار. اليوم الذكرى 42 للحرب الأهلية ببلدنا لبنان. لما اندلعت هالحرب من 42 سنة ما كان حدا متوقع انه حدوم 15 سنة حتروح عشرات الاف القتلى ومئات الاف الجرحى وتهجر ثلث الشعب اللبناني وتدمر الاقتصاد وتضرب الليرة. هيدا كله لازم بهالنهار كلنا نتذكره، نتذكر انه الحرب اذا وقعنا فيها لا سمح الله ما ممكن نعرف اي متى بتخلص، وأنه ممكن نعرف ضحايا الحرب وأضرارها بعد أول يوم بتبلش، بس ما حدا ممكن يتصور شو ممكن تكون أعداد ضحاياها وكلفة أضرارها لما بتخلص. لهالسبب مسؤوليتنا جميعا، مسؤوليتنا اليومية، أنه أول ما نشوف أي شيء بحط بلدنا على منزلق بيودي للحرب الأهلية لا سمح الله نعمل كل شيء لنمنعه. على المستوى السياسي عم نعمل كل شيء لهالهدف. أنهينا الشغور بالرئاسة، أنهينا الشلل بالحكومة والمجلس النيابي وبكل المؤسسات، لكن أنا بحاجة لمساعدتكم، لمساعدة كل واحد ووحدة منكم لنوقف مخاطر عودة الحرب باليوميات، بتربية أولادنا، بتوعية شبابنا وشاباتنا، هالجيل يلي ما عرف الحرب الأهلية، وبلجم أنفسنا عن التصرفات والكلام يلي بغذي شبح الحرب من دون قصد. الكل بهالأيام عم يقول أنه السلم الأهلي والاستقرار ببلدنا معجزة صغيرة نظرا لكل شيء عم يصير حوالينا. البعض بيقولها بإعجاب والبعض بيقولها بحسد، وأنا بقول بكل صدق إنه بلدنا بيستحق فرصة السلم والاستقرار، ونحن كلنا اللبنانيات واللبنانيين نستحق فرصة السلم والاستقرار لنفرج العالم كل العالم شو يعني العيش الواحد وشو يعني الوحدة الوطنية وشو يعني الحوار وشو يعني الاعتدال وشو يعني الطاقة على الإبداع والإنتاج والإنسانية. عشتم، عاش السلم الأهلي وعاش لبنان. أقام القائم بأعمال السفارة السعودية في لبنان وليد بخاري الملتقى الثقافي الثالث بعنوان الإمام الصدر نهج واعتدال. تحت عنوان الإمام موسى الصدر نهج واعتدال، أقام القائم بأعمال السفارة السعودية في لبنان وليد البخاري الملتقى الثقافي الثالث، وذلك في منزل السفير السعودي في اليرزي بحضور شخصيات سياسية ودينية وثقافية وإعلامية. الكلمات شددت على دور الإمام المغيب موسى الصدر في نشر الاعتدال والوسطية وتأكيده أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية في لبنان ووحدة العرب والقضايا العربية. هذا الإمام المغيب الذي نجتمع على فكره واعتداله أردنا أن نلتقي لأجله في هذا اليوم الذي يصادف ذكرى الحرب اللبنانية المشؤومة، لنتذكر جميعا كيف بذل الجهد والدمع معتصما ومناديا
بأعلى الصوت في محرابه وعلى كل المنابر: لا تتقاتلوا لا تتقاتلوا، تعالوا إلى كلمة سواء. نعم، نهج الإمام موسى الصدر هو نهج الاعتدال لا التطرف، هو نهج الكلمة السواء، لا تجمع التي تجمع ولا تفرق. واليوم من هنا أقول كم أنا فخور وسعيد أن تتبنى السفارة السعودية في لبنان في شخص القائم بأعمالها المثقف المستشار وليد بخاري هذا الاحتفال الثقافي الجامع لنهج الوسطية والاعتدال. الإمام الصدر كان عنده هم الإنسان بشكل عام، إنسان كل إنسان في كل طبقات في كل مجالات، حتى فيني أقول في العالم كله. فكان همه يجمع شمع اللبنانية عامة والمسلمين خاصة، فكان يبذل قصارى جهده لهذا الأمر. الحفل الذي قدمته الزميلة لينا دوغان جرى خلاله تقديم دروع تقديرية للعديد من الشخصيات المشاركة. رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط قال عبر تغريدة على تويتر: 42 عاما لاحقا، يا له من عقل مريض يطل علينا بقانون انتخابي يفرز ويفرق بدل أن يقرب ويجمع. وفي النشرة بعد الفاصل: سمير فرنجي في رحلته الأخيرة إلى إهدن. أهلا بكم من جديد إلى هذه النشرة. أكد رئيس الجمهورية ميشيل عون أنه سيكون للبنانيين قانون انتخابي جديد كما التزم في خطاب القسم، وأبدى الرئيس عون أمام زواره ثقته بأن القيادات المعنية ستكثف من اتصالاتها واجتماعاتها للوصول إلى مثل هذا القانون الذي يحفظ مصلحة لبنان واللبنانيين. وأمل الرئيس عون في أن تكون المهلة التي أتاحها القرار بتأجيل جلسة مجلس النواب فرصة إضافية يتم خلالها الاتفاق على قانون جديد للانتخابات. أشاد رئيس مجلس النواب نبيه بري بالجهود التي بذلها الرئيس الحريري للتوصل إلى صيغة تأجيل انعقاد المجلس، مؤكدا أن دوره كان أساسيا في تطويق المشكل الكبير الذي كان يتهدد البلد. وأشار الرئيس بري إلى أن هذا شهر يفترض أن يكون شهر الحسم بموضوع الوصول إلى قانون، لافتا إلى أن هناك صيغة تتقدم على غيرها في التأهيل، معربا عن اطمئنانه إلى كون البلد ربح في نهاية المطاف والحل الذي توصلنا إليه أخرجنا من النفق، جازما بأن الفراغ في مجلس النواب لن يحصل وسيتم التوصل إلى قانون انتخاب جديد. في أعقاب خطوة رئيس الجمهورية بالأمس تكثفت الاتصالات بين مختلف الأطراف بهدف التوصل إلى قانون انتخاب جديد وسط تساؤلات عن مصير الموازنة العامة. تقرير ربيع شنطف. تأجيل رئيس الجمهورية ميشيل عون انعقاد مجلس النواب لمدة شهر واحد لا يعني اقفال المجلس النيابي، انما وقف الجلسات التشريعية والتشريع، وبالتالي فان اللجان النيابية تتابع عملها بشكل طبيعي. الرئيس عون كان قد استبق قراره بتوقيع مرسوم إحالة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2017 إلى مجلس النواب، ما يعني أنه سيبدأ البحث بالمشروع في لجنة المال والموازنة. أعمال اللجان بالتأكيد تستمر وفيها تشتغل كل الوقت على إنجاز الموازنة، عندما يحين موعد الهيئة العامة بتكون جاهزة لإقرار الموازنة ومناقشتها. في مساعي من الرئيس الحريري، ونحن بنعرف امبارح قضى تقريبا كل وقته بالاتصالات وبالزيارات اللي قام فيها لتجنيب البلد مزيد من التأزم السياسي اللي كان مطروح خطير، ومع الأسف ترافق مع ذكرى 13 نيسان. نجح الحمد لله بإزالة هذه يعني الفتيل اللي كان موجود، ورحنا دستوريا فخامة الرئيس استعمل حقه الدستوري. وإذا كان أقرار الموازنة في مجلس النواب متعذرا قبل شهر على الأقل، فإن البحث سوف يتركز في الكواليس على قانون الانتخاب لتجنب تجرع كأس التمديد. بالتأكيد هناك تباينات حول بعض القضايا أو بعض التفاصيل بقانون الانتخاب،
العمل عم يجري على تذليل هذه العقبات أو هذه التباينات، على أمل أنه بوقت قريب ممكن نتوصل لقانون انتخاب جديد، وبعدين مجلس الوزراء يأخذ دوره بأقرب فرصة، ربما الأربعاء القادم يكون في جلسة على أمل أنه يكون أنجز قانون الانتخاب أو الخطوط العريضة لقانون الانتخاب ويبحث في مجلس الوزراء القادم. المهلة الشهر بعتقد كافية إذا كان هناك يعني نيات طيبة لإنجاز هذا القانون. تيار المستقبل من البداية قال الرئيس الحريري عنوانين لقانون الانتخاب: صحة التمثيل والحفاظ على العيش المشترك. ويبقى السؤال، هل سحب الفتيل سيكون لشهر واحد أم أن الأمر سيتمدد عند التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف ويسمح للبنانيين إعطاء وكالتهم مجددا لنواب يختارونهم كما يشاءون؟ بوري النائب السابق سمير فرنجي في الثرى بمسقط رأسه إهدن بعدما أقيم جناز لراحة نفسه في كنيسة مار مارون في بيروت بحضور حشد سياسي وحزبي وشعبي. في رحيل رجل الحوار رجل المصالحة والحرية توافد محبون النائب السابق سمير فرنجي إلى كنيسة مرمرون في الجميزي لوداعه. شخصيات سياسية وحزبية وشعبية حضرت لتقديم واجب العزاء: وزير الثقافة غطاس خوري ممثلا رئيس الجمهورية، النائب بهية الحريري ممثلة رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان أيمن شقير ممثلا رئيس مجلس النواب، ووزراء ونواب حاليون وسابقون. وفي جنازة الراحل ترأس الذبيحة الإلهية المطران بولس مطر، كما كانت كلمة لرفيق دربه منسق الأمانة العامة لقوى 14 من آذار النائب السابق فارس سعيد. سمعت صوتا من السماء يقول: اكتب طوبى منذ الآن للموتى الذين يموتون في الرب، أجل يقول الروح لكي يستريحوا من أتعابهم لأن أعمالهم تتبعهم. دافع عن الموارنة من خلال المساهمة في لقاء أرنة شهوان، وكان من أشد المنتقدين للمارونية السياسية. دافع عن مجموعة 14 أدار وهو أحد رموزها، وكان من أشد منتقدي تجربتها السياسية. رحب باتفاق الطائف لكنه انتقد بشدة عدم تطبيقه نصاً وروحاً، وتمنى مثيله لكل بلد من بلداننا العربية. وإلى مسقط رأسه إهدن توجه جثمان فرنجي حيث يوارى الثرى في مدافن العائلة. جال الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري على عدد من القادة الأمنيين في صيدا، وشدد على ضرورة الإسراع في إزالة أثار الأحداث الأخيرة في مخيم عين الحلوة. أكد الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري أهمية إنهاء ذيول الاشتباكات في مخيم عين الحلوة ونشر القوة المشتركة وإعادة الهدوء إلى أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان. وخلال جولة قام بها على عدد من قادة الأجهزة الأمنية في الجنوب في مركز المحافظة في سراي صيدا الحكومي، قال الحريري: لطالما كان الوضع الأمني في المخيم أشبه برختر يعكس ترددات السياسة في غير مكان، فنأمل ألا يكون ما جرى جزءا من هذه الترددات وأن لا يتكرر. وأشار الحريري إلى أن الوضع في المخيم لا يزال بحاجة إلى المزيد من العناية السياسية والأمنية والإغاثية، كون الأحداث الأخيرة وما انتهت إليه من حلول غير مكتملة، مشددا على ضرورة الإسراع في إزالة أثار ما حصل وأن تتحمل الجهات المعنية ولا سيما الدولية مسؤولياتها في هذا السياق. وفي النشرة في الأخبار الإقليمية والدولية بعد الفاصل: الرئيس المصري يتعهد للبابا بطرس بالقضاء على الإرهاب. أهلا بكم من جديد. ردت الخارجية الأمريكية بلهجة تصعيدية على الاتهامات التي أطلقها بشار الأسد بشأن الهجوم الكيميائي على خان شيخون، والذي اعتبره مفبركا 100%. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر إن الأسد يحاول تقديم معلومات خاطئة وزرع الارتباك، مشيرا إلى أن هذا تكتيك رأيناه أيضا في الماضي من جانب روسيا. وكرر المتحدث الأمريكي اتهام النظام السوري باستعمال الأسلحة الكيميائية في خان شيخون.
وكان برأ رئيس النظام السوري بشار الأسد نفسه من مجزرة الكيماوي في خان شيخون، واتهم واشنطن بفبركتها واضعا شروطه للقبول بلجنة للتحقيق في هذا الهجوم. كما كان متوقعا وعبر أسطوانة التنصل المعهودة، نسف رأس هرم النظام بسوريا بشار الأسد كل الاتهامات حول استخدام نظامه السلاح الكيماوي في خان شيخون. لم تصدر أي أوامر لشن أي هجوم، لا نملك أي سلاح كيماوي، لقد سلمنا ترسانتنا منذ بضعة سنين، وحتى لو كنا نمتلك الكيماوي فإننا لن نستخدمه، وهجوم خان شيخون فبركته واشنطن 100%. الأسد وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية اتهم الولايات المتحدة والغرب بتغطية ومساندة تنظيم داعش، زاعما أنه بعد التشاور مع حليفته موسكو قبل بمبدأ دخول بعثة للتحقيق في هجوم خان شيخون، ولكن شرط أن تكون غير منحازة. كلام الأسد تزامن مع كشف الاستخبارات العسكرية الأمريكية أنها اعترضت محادثات هاتفية بين عناصر من كتائب الأسد وخبراء كيماويين أثناء الإعداد للهجوم بغاز السارين على خان شيخون، في وقت أرسلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فريقا من الخبراء إلى تركيا لجمع عينات حيوية وإجراء مقابلات مع الناجين من المجزرة. على ضفة أخرى، نفى البنتاغون مزاعم قوات الأسد بأن التحالف الدولي استهدف مخزنا كبيرا لتنظيم داعش يحوي كمية كبيرة من المواد السامة شرق دير الزور، الأمر الذي زعم النظام أنه أدى إلى سقوط مئات القتلى بينهم مدنيون. وليس بعيدا من دير الزور أقر التحالف الدولي بأن أحدى غاراته قتلت بالخطأ 18 عنصرا من قوات سوريا الديمقراطية الحليفة جنوب مدينة الطبقة. جاء ذلك بعد ساعات على إعلان قوات سوريا الديمقراطية انطلاق المرحلة الرابعة من عملية غضب الفرات بهدف تطهير الريف الشمالي للرقة من تنظيم داعش، مشيرة إلى أن ساعة الصفر للاتجاه نحو مدينة الرقة لم تحن بعد. أما جنوبا فقد ظهرت ملامح عمل عسكري جديد مستنسخ عن التجربة التركية شمالا، حيث تم رصد تعزيزات عسكرية غير اعتيادية مؤلفة من آليات وحشود قوات لجيشي أبناء العشائر وسوريا الجديد عند الحدود السورية الأردنية بعد تدريبات تلقاها على يد الجيش الأردني. اتفق رئيسا روسيا وتركيا في اتصال هاتفي على دعم التحقيقات التي تجريها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن هجوم خان شيخون. إلى ذلك لفت وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى أن موسكو توصلت مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون لعدم جواز إعادة الضربة الأمريكية على سوريا. وجاء كلام لافروف خلال استقباله وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم على أن ينضم إليهما اليوم نظيرهما الإيراني محمد جواد ظريف. زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مقر الكاتدرائية المرقوسية بالعباسية، حيث قدم العزاء بضحايا الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية يوم أحد الشعانين. وخلال لقائه بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقوسية البابا توادروس الثاني، أكد الرئيس المصري أن كل أجهزة الدولة ستبذل أقصى الجهود لملاحقة مرتكبي الأفعال الآثمة وتقديمهم للعدالة سريعا. من جانبه أكد البابا توادروس الثاني أن الإرهاب لن ينجح في شق صفوف المصريين أو النيل من وحدتهم واستقرارهم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. كل مجهودي بالمرحلة السابقة كان التوصل لتسوية سياسية بتوقف انزلاق البلد نحو الكارثة. الحريري يؤكد أن لا عودة إلى الحرب مهما كان السبب، ويشدد على أن جهوده منصبة حاليا لمنع عودة الانقسامات. ربما الأربعاء القادم يكون في جلسة. تفعيل المشاورات الهادفة إلى التوافق على قانون انتخاب، وعون يقول سيكون للبنانيين قانون انتخاب جديد. Definitely 100% for us it's fabrication. الأسد يتنصل من مجزرة خان شيخون متهما واشنطن بفبركتها، وحشود عسكرية عند الحدود الأردنية السورية. بهذا نأتي إلى ختام النشرة، إلى اللقاء. Commandeur de la Légion d'honneur. Chevalier de Caire, Bouchard.